اعزائي، رسميا نادي الاتحاد بيعلن عن صفقه جديده، هو يعني الفرنسي موسى ديابي صاحب ال 25 سنه واللي كان بيلعب في نادي استون فيلا وكمان باير ليفركوزن، واحد كده من امهر الاجنحه اللي عينك ممكن تشوفهم في حياتك. يعني الاتحاد السنه دي شكله نويها، فانا متعاك نشوف فيديو مع بعضينا. بس انا متني مش تعمل لايك، انا عايزك دلوقتي حالا تكسر زر اللايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكي بعدك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم تعال نشوف موسى ديابي مع بعضينا. جناح ايمن ولعيب بيلعب برجل الشمال 25 سنه، يا ساتر يا ساتر، متى من احسن اللاعبين في العالم بتعمل دريبلينج بالكوره، الدريبلينج بتاعه مرعب بجد، بيلعب جماعي، هداف سريع مراوغ 1 2 خلاص راح ديابي لا 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 لا. بص فرق السرعه اللي بكلمك فيه، لا 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 مرعب. لا بتهزر بجد يعني، بس ان شاء الله بجد لعيب سريع حريف مهاري. ده الجناح اللي كان بيدور على النادي الاتحادي الموسم اللي فات، كانت مشكله اساسيه في الفريق يا عيني. على اساس في فابينيو، كريم بنزيما، موسى ديابي، لسه ناقص جناح تاني وناقص قلب دفاع يا عيني يا عيني. لا 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 يا لعيب يا لعيب يا لعيب. ستيرلينج بتاع الكرة عامل ازاي؟ اوه حريف كرة يا جدعان. يا عاقل موسى ديابي بابا 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 بابا. يا ساتر يخرب بيتك يا ديابي، يخرب بيتك على اللي هتعمله في اللعيبه مع منتخب فرنسا، ترى هيعمل ايه في دوري روشن بالدريبلينج والانطلاقات والسرعه والمهاره. يا لعيب على الاسيست يا عيني على الاسيست. دخلت على الفيديو بقى لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات. هنا مع باير ليفركوزن الدوري الالماني قدام مين؟ متخيل اللي بيعمل سبرنت عليه ده الفونسو ديفيز، متخيل بيعمل سبرنت على اسرع لاعب في العالم. يا ولد لا 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 عاجبني فيه بصراحه ان هو لعيب جريء قوي وفي نفس الوقت سريع، في نفس الوقت طريقه لعبه مباشره، بيحب يلعب على جون بيروح على جون، وجريء قوي في الواحد في اللعب ضد لاعب، جريء جدا في اتنين ضد لاعب عادي، بيدي كبار عادي مش مشكله. اوعى خلي بالك يا بلاهي يا ولد يا لعيب لعيب. اوه زحف يا لعيب. لا 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 اوعى كنترول بالمراوغه بالفينش. ايه الهدوء ده؟ جايبينه منين ده؟ الكرة بتحبه كمان، ها واخد بالك معايا، الكرة بتحبه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يا عيب. طب والله العظيم لو كان لعب مع منتخب فرنسا في اليورو اللي فات كان هيبقى احسن من عثمان ديمبلي، بس صح في هناك بس عادي هنمشيها، هو تشامب كده كده خلاص يعني نهايته قربت. لا وعلى الكوبري والفينش يا ولد يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على البليسنج. عامة وانت البليسنج ديت اصلا وانت بتلعبها وانت بتجري او في وضع الجري بتبقى صعبة جدا على اللاعب، مش سهلة خالص. ولد على الفيرست تايم برجليه اليمين. بس واخد الكرة منين؟ من قبل نص الملعب. والسبرنت. يا عاقل. قدام اتلتيكو مدريد يا يو بلاك. لا 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 سريع مرعب.
مرعب، صاروخ اقسم بالله صاروخ. يا ساتر على مدافعين دوري روشن، هيحصل فيهم ايه؟ يا ساتر. خلي بالك يا ابني، الله يصلح حالك، ما تفضحناش. لا عدى في وسط ثلاث لعيبه، في وسط ثلاث لعيبه هناك، ما تفهمش عدى ازاي. يا عيني. سريع سريع، هو راح راح، الكره بتحبه، بقول لك الكره بتحبه وهي عايزه تمشي معاه. مش عارف اقول ايه بصراحه، مش عارف بصراحه. صفقه قويه جدا للاتحاد من وجهه نظري، لان الاتحاد اصلا ما عندوش لاعب في المركز ده، ودي كانت مشكله الاتحاد الاساسيه الموسم اللي فات كله، ما عندوش اجنحه خالص. روميرينيو يعتبر مهاجم تاني او مهاجم، حمد الله كان نفس الموضوع، كريم بنزيما نفس الموضوع، مفيش اجنحه. الاجنحه اللي كانت موجوده كلها محليه ومش بنفس كواليتي اللعيبه الاوروبيه، وبرده مش بنفس كواليتي الفرق المنافسه ليك زي الهلال والاتحاد والنصر والاهلي، كلهم عندهم اجنحه على اعلى مستوى. اوه بيدي شويه كباري عنب يا جدعان، واسيستات. يا عيني على اسيست، يا ولد يا ولد. مش فاهم ازاي بيعدي سريع هو، وقررته ذكيه، فيها ذكاء، قررته في المراوغه فيها ذكاء جامد جدا. يا ولد على الاسيست، يا ولد على الاسيست. يا ساتر على كوبري، يا ساتر على كوبري. ميزه حلوه ان هو ما بيفقدش الكوره في رجليه بسرعه. طبعا مع باريس للناشئين. عيني على الاسيست. انا مع منتخب فرنسا الاول. اوه يا ساتر يا ساتر، ده مين اللي فات ده؟ ده جوريتسكا واقع على وشه. يا لعيب يا لعيب يا لعيب، لا 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 الاسيست. بص الذكاء بتاعه، هو عارف امتى، عارف ان انا هو لو ما يقدرش يشوط الكره اللي فاتت ديت فهعمل اسيست، عارف امكانياته، واعي في الملعب. الذكاء بتاع اللاعب في الملعب بيفرق معاه جدا، بيعلم من قيمتك. يا ولد يا عيني يا عيني يا عيني على الفينش. كنترول. لا 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 عالمي عالمي عالمي. كنترول بالفينش، تحرك من غير كوره. لا 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 مش عارف اقول ايه بصراحه بجد، بس اعتقد دي هتبقى اقوى صفقه للاتحاد الموسم ده. اعتقد موسى ديابي اقوى صفقه للاتحاد بالنسبه لي على الاداء ده. مرعب مرعب بجد. فينيشر مراوغ سريع، بيعمل اسيستات، مش محتاج حاجه تاني من اي جناح تاني عامه. يا ولد يا ولد على الاسيست. عيني على الاسيست برضه.
واحسن حاجه فيه ان هو في اللعب ضد لاعب قراراته الذهنيه دايما حاضره، قراراته في المراوغه دايما حاضره. يا ولد يا ولد يا ولد، او راح الجون اللي فاتت دي مش عارف بصراحه. كان معايا فيديو لايك سبسكرايب شير ثلاث حاجات، حاسس ان الفيديو طول شويه قلت هادي مش عارف وصلنا للدقيقه العشرة، فانا اعتقد خلاص الفيديو قرب يخلص. بس هتفرج على لاعب بكواليتي عالميه بجد يعني، مش عارف، اعتقد اقوى صفقه للاتحاد هذا الموسم، الله اعلم هيجيبوا مين، جناح ايسر عيني على الفيرست تايم برجليك اليمين. هو لعيب اشول، الاشول دايما بيبقى صعب ان يشوط كور برجليه اليمين، هو عنده الميزه دي، فاصلا ما تعرفش تقفل عليه يمين ولا شمال. اعتقد خلاص الفيديو بيودعنا يعني في اخر اللقطات. بص الكنترول، بص الفينش، لا 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 لا، جريء قوي، جريء قوي في الحته دي، جريء قوي في اللعب ضد لاعب. تقريبا خلاص، بس يا جماعه خلصت الفيديو، فيديو جديد اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.